طيب خلينا نروح دلوقتي لخبر تاني جميل من محافظة سوهاج اللي تم فيها توزيع عدد كبير من الشنط المدرسية والزي المدرسي ودفع المصاريف الدراسية للطلاب من غير القادرين، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتعاون بين المحافظة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي أشاد بالمبادرة والقائمين عليها في سبيل دعم طلاب المدارس من غير القادرين وتوفير طبعا مستلزمات الدراسة المختلفة ليهم، وطبعا أشاد بالدور اللي بتقوم به مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمشاركة المجتمعية الإيجابية. تفاصيل أكتر هنعرفها من الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل عليكم وصباح الفل على سوهاج اللي هي بلدي طبعا. أحلى صباح عليكم يا فندم. طب عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن دعم الطلاب غير القادرين. والله بصي، يمكن احنا طبعا عارفين الاكبر مشروع انساني اللي هو مشروع حياه كريمه. المشروع ده تحت مظلته مشاريع كثيره جدا ومبادرات كثيره جدا بتتنفذ في صعيد مصر. يمكن سوهاج من ضمن المحافظات اللي هي مشموله بمشاريع حياه كريمه. يمكن هي مستحوذه على اكثر من 1790 مشروع من حياه كريمه في القطاع الصحي والقطاع التعليمي. بقينا بنهتم بالفرعيات كمان، وده شيء جميل جدا. بالظبط، وانت كل فتره بتلاقي في انضمام مشاريع جديده. يعني الرقم اللي انا بقوله 1779 مشروع دول العام الاشهر اللي قبلها كانت مشاريع اقل عددا، ولكن انت كل ما بتشتغلي في قريه او في نجع او في اي مكان في المحافظه في القرى دي فبتلاقي مشروع جديد لازم يتعامل، فبالتالي بتقوم بتنفيذه على طول. يعني خلال الفتره اللي فاتت دي في مشاريع كثيره جدا على مستوى كل القطاعات دي اتنفذت وبدات وجربت تنتهي من تنفيذها خلال المرحله الاولى. يمكن المبادره اللي هي بتاعه سداد المصروفات الدراسيه جزء من مشروع حياه كريمه، وبالتالي المؤسسات المجتمع المدني او الشركات اللي هي من القطاع الخاص بتساهم في هذه المبادرات بتحاول. طب بمناسبه المجتمع المدني يا فندم، اهميه تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع المحافظات ايه يا فندم؟ الفترة اللي فاتت احنا عارفين ان مؤسسات المجتمع المدني كان لها دور نشوط جدا، خاصة وان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم لهذه المبادرات طبعا. من البداية، يعني من سنة 2014 وانا ملاحظ اهتمامه الشديد بدور هذه المؤسسات ودعمه ليها وتطوير الافكار اللي بيتعاملوا عليها. يعني يمكن كنت في مشروع إعادة اعمار القرى في 2014 و2015 كان لفخامة الرئيس بصمة ان البيوت اللي تتعمل لإعادة اعمار الاعمار يتم دعمها بالاساس والفرش. كانت الاول البيوت بتتسلم لما الشركه او المجاور يخلصها ويبنيها تتسلم للاهالي. ففخامه الرئيس كان وجه في الفتره دي اضاف، وانا متذكر جدا ان هو وجه ان البيوت دي يتم دعمها بكل الاجهزه الكهربائيه، بفرشها، بكل الاساس، بحيث ان هي تتسلم كامله متكامله. ممكن هذه او هذا النهج تم تطبيقه في كل المشاريع جاهزه للمعيشه، سكن بديل وعجز الاعمار وسكن كريم وهذه المبادرات اللي هي برضه تحت مظله مشروع حياه كريمه. فبالتالي انت بتلاقي مؤسسات المجتمع المدني دائما ان هي بتسعى للعمل في هذه المحافظات والمشاركه في اكمال الصوره لمشروع حياه كريمه ومحاوله المشاركه باي شيء. يمكن المبادره دي لما تم التواصل مع اللواء طارق الفقي يمكن وجه ب لوكيل وزاره التضامن الاجتماعي دكتور رأفت السمان، وكيل وزاره التربيه والتعليم، باعداد كل الكشوف اللي هي خاصه بالطلاب الغير قادرين والمستحقين لتطبيق هذه المبادره، وتم التنسيق. فبالتالي كنت احنا عايزين بقى لا ده النقطه دي لازم نتكلم فيها باستفاضه، لان مبادره حياه كريمه بتركز على الاشخاص المحتاجين والاولى بالرعايه. عشان كده كنت بقول لك واحنا في المداخله ان احنا كمان بقينا بنهتم بفرعيات، ممكن زمان ما كناش بنهتم بالكلام ده قوي، دلوقتي احنا مركزين حتى لو في طلاب غير قادرين على الادوات المدرسيه. كان ممكن نقول لك في حاجات اولى يعني الصحه والامراض والكلام ده كله، انما دلوقتي المبادره حقيقي مركزه على كافة الأشخاص وكمان الأشخاص المحتاجين والأولى بالرعاية. بالظبط، يمكن ما حدش يستجل أي حاجة تتعمل مهما لو كانت بسيطة. يعني حضرتك بتتكلمي على الأدوات المدرسية، ممكن واحد يبص إن هي بسيطة وفي حاجة أولى منها، لا، في فعلا تلاميذ غير قادرين إن هم يشتروا الأدوات صحيح. المدرسية اللي هي الكراسة والقلم والأسيكة والبراية والمسطرة وليهم حق والحاجات دي وليهم حق طبعا. ما هو بدون الاشياء دي هم مش هيعرفوا يستكملوا عمليتهم الدراسيه. يعني صحيح. يعني بصراحه يعني كانت من اللافتات المهمه جدا اللي عجبتني وعملها اللي هو طارق الفيكي ان هو
اشار ما فيش وجه طفل يبان في اي صوره من تصوير الايفنت او تسليم الشنط والزي المدرسي. لفته انسانيه جميله طبعا. جدا جدا فكره الحفاظ على كرامه المواطن المصري طبعا، الحفاظ على شعوره والحفاظ عليه بهذه الطريقه، يعني حاجه عظيم يعني جدا عظيمه جدا وانا اعجبت بها جدا وبشكر عليها. واحنا كمان بنوجه له التحيه وبنشكره وبنشكر حضرتك طبعا. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود الضبع.